اليوم حاولت الجمعيه اباء واصدقاء المعاقين ذهنيا طبيعه الحال باش تنظم هذا اليوم العالمي للسلامه الطرقيه بسطير مع جميع الاطر التربويه والاداريه والحضور ديال الصحافه باش نعطيو واحد النبذه للسلامه الطرقيه اللي كتشكل واحد الخطر كبير على الاطفال المعاقين ذهنيا اللي وليداتنا خاصهم واحد المواكبه في الشوارع واحد المواكبه باش يعرفوا يمكن لهم يتنقلوا بالمفرد ديالهم ماشي سهله دونك تنقدروا نعطيوهم واحد السيركوي اللي كيشوفوه في الخارج في المدار الحضاري حاولنا ننظموه هنايا وسط الجمعيه باش نعطيوهم بعض التقنيات اللي يحافظوا على السلامه ديالهم في الطرقات طبيعه الحال بالحضور ديال الاباء ديالهم اللي استدعيناهم وحاولوا المربيين هنايا يعطيو بعض التقنيات ديال الاطفال في قطع الطريق في بعض العلامات ديال المرور اللي واثرناهم في بعض الدروس النموذجيه اللي يمكن لهم بها يستافدوا على الاقل باش ما يتعرضوش لبعض الاخطار والحوادث اللي كنشوفوها يوميا اللي كتفدي بالارواح ديال الناس اللي هما عاقلين وكيعرفوا وما احراك بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشاكل ديال التركيز. بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الطرقية كتنظم جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا في الدار البيضاء يوم تربوي تحسيسي لفائدة الأطفال ولفائدة الأطر ولفائدة أولياء الأطفال المعاقين ذهنيا. وكما كتلاحظوا عملنا على تجهيز هذه الساحة هذه بكل مستلزمات السلامة الطرقية من علامات تشوير ومن ممرات للراجلين، وبالتالي كنمروا كنحاولوا نعلموا الاطفال ديالنا قوانين السير اللي خص الراجلين يحترموها داخل الممرات الحضاريه. وكيفما لاحظتوا ان الاطفال جد مسرورين بهذا اليوم هذا وبهذه الانشطه هذه، وكنتمناو نكونوا ساهمنا كجمعيه مدنيه في تأطير المواطنين حفاظا على السلامه، على سلامتهم وسلامه السائقين داخل المدار الحضاري. انا حمزه رفقي بطل عنا في حمل الاثقال وجوج ميداليات. احنا كنتو هنايا في جمعيه اشتركنا هنايا بيكالات ودانا المجهود خدينا بيرمي ديال البيكالات خاصنا الطونوبيل. مروان الذهبي يلا على حضارة السيد الرئيس. بمناسبة ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية وحملة تحسيسية في نفس الوقت الأطفال ديال الجمعية اللي كيحترموا وكيعرفوا الإشارات المرور وهما عبرة ديال الأطفال كنحييهم وكنشكر الرئيس ديال الجمعية اللي عطاهم اهتمام وكل مناسبة كيسعى من وراها وكنشكر جميع الاطر وجميع الصاهرين على هذه الجمعيه. وانا راه جد مسروره بالتواجد ديال الطفله ديالي في هذه الجمعيه لانها صراحه كان واحد نجاح كبير. الدريه انسجمت وكانت في تحسن، هذا من فضل الله وفضل الجمعيه والمبادره ديالها والاجتهاد ديالها.